سلام، شنو ندوي لكم على هذيك مايا الرقيصه؟ واش دارت مسكينه وما بغاتش تصرت ليها؟ قال لك ما قال لك، قال لك اختي تتنوضي. انا ما رضاش نصور الناس في الفقر ديالهم، راه انت اللي فقير، عقلك اللي فقير. خوتي المغاربه، السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتحياتي لكم اينما كنتم. تحيه لخوتنا الجزائريين، تحيه الجاليه المغربيه اينما كانت. اذا الاخوان نايده صباط في الانترنت، نايدة سبان، نايدة معيار، ما كاين عاطيني نعطيك، ما كاين عاكلاشيني نعطيك. السيدة هاد 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 ميمي هادي كدير الأعمال الخيرية، راكم نتوما كتشوفوا دوك المعاونات اللي كتعطي في الجبال وكتعطي في البوادي، وكتعطي للفقراء والمحتاجين، وكتعطي للناس اللي ما فعلاش. يعني السيدة راه كتفرق، ناضت السلطة منعاتها، ما عرفناش شنو هو السبب اللي منعاتها السلطة عليه. السبب الحقيقي ما عرفناش علاش، ولكن غالبا لأن السلطة غتقدر تدخل باش تنظم وتأمن داك المكان، لأنه هو كيتسمى المكان العام، لأن ميمي كتحط داكشي في الشارع وهذا مزيان المكان العام. المكان العام ضروري كتدخل فيه السلطة ضروري. بعد الاخوان بداو كيقولوا لا، راه خاصها ضروري تكون عندها جمعيه، وباش تاخد ترخيص، وباش هذا، باش تقدر دير هذا الشيء. لا ماشي ضروري، اللي عندك رزقك ماشي بدا، ماشي ضروري. وما كاينش شي حاجه سميتها الترخيص، كاين شي حاجه سميتها الموافقه من طرف القيد، فهمتيني؟ كتكون عندك جمعيه اللي بغيتي دير هذا العام. اما ماشي ضروري دير جمعيه، تقدر تعطي رزقك غير ما تعطيش في الشارع العام. ما خصكش تعطيه، تعطيه بينك وبين دوك الناس وهذا وصافي، وسالينا الفيلم. حتى شي واحد ما يسيق الاخبار وهذا. السلطه ملي كتشوفك درتي واحد الشحله كبيره، جمعتي عليك عباد الله، بديتي كتفرق في الفلوس، كتفرق في القفوف، السلطه كتدخل. علاش كتدخل؟ انا باش تعرف هذاك الشيء اللي تيجي منين جاي، شنو الاهداف ديالو مزيان، او كتبغي تامن المكان اللي عاود يضرب شي واحد، شي واحد يضرب شي واحد، شي واحد يصفي على شي واحد. خاص السلطه هنا تحمي. هادشي علاش كتكون التدخل ديال السلطه خصو يكون فوري. هادي شي حاجه اللي هي عاديه، راه بنادم راه عارف هادشي، والناس اللي كتدير في العمل الجمعوي راه فاهمه. واخا لنفترض بان مثلا ميمي نديروها مثلا غلطه من الجانب القانوني، ياك، ولكن الجانب الانساني زوين، زوين ان الانسان تكون عنده الامور ديال انه بيعطي، تكون في ذاك الحس ديال الصداقه وديال انه يعطي لهذا ويعطي لهذا. هاد الحوايج هادو راه ما تلقاهمش في بزاف ديال الاشخاص. الصداقه راه ما نعطيهاش اي واحد، خص ربي ولا الله عز وجل اللي يوفقك ليها. ناتي يا مايا بديتي كتركبي على الصوره، لا خاصها تمشي لشي جمعيه، وخاص يكون عندها ترخيص لا ماشي خاص يكون عندها ترخيص، خاص تكون عندها الموافقه من طرف القيد، والقيد ما كيتعاملش مع الافراد، لان القيد راه كيتعتبر حتى هويا مؤسسه، لان المقاطعه اللي كينتمي لها كتسمى مؤسسه حكوميه. دوك المؤسسات كتعامل مع المؤسسات، ما كتعاملش مع الاشخاص، ما كتعاملش مع الافراد. ها باش نوضحوا هذا. ولكن هذاك الترخيص ولا ديك الموافقه راه كيعطيها لك غير نظرا للمده الزمنيه، لان عندك حتى واحد النشاط غادي تقوم به في الشارع، مثلا النشاط ديال الاطفال، مثلا معاونه، مثلا ترفيه صبيحه للاطفال، كيعطيك واحد الترخيص ولا واحد الموافقه غير واحد المده ديال 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 ساعتين ثلاثه السوايع، غتسالي داك النشاط ديالك وصافي. هذيك كتسمى الموافقه، ما كيتسماش ترخيص. ترخيص كتقدر دير واحد النشاط فيه شهر، ولا دير واحد مثلا تفتح واحد المقهى وتحط حداه شي حاجه، خاصك ترخيص الى مدى الحياه الى غير ديالك. نكملوا الاخوان، صلحتنا هذه النقطه هذه، ولكن نكملوا. ميمي اش كتقول في هذا الجانب؟ فقير بالحسد، وفقير بالسم، وفقير وفقيره، ولا اصلا فقيره. تتشوفي بنادم قالت لك تتصوري، يا اختي صورتهم انا في الشانطي، ما دخلش اختي لديورهم، وقالت تنفيلم فيهم، تنقول لهم شوفهم ساكنوا تنبكي، عشنا عاش الملك وفوجنا، والدراري غزالين وعطيتهم حليوات وفوجنا وعشنا عاش الملك، وهذاك اللي معاهم في الدور هو اللي هز التليفون، هو اللي صورني. ايوا الاخوان، كيف ما شفتوا ان مايا بغات تركب على الصوره وهذا وهذا، لكن باش نكونوا واقعيين، غنكونوا عا واقعيين، ما نناقشوا لا جانب ديني لا حتى شي حاجه، واقعي. دابا انت ولا انت شيخه،
راقصه كترقصي فين كترقصي؟ كتشطحي في الكباريات ديال الشراب. الكباريات ديال الشراب اش كيكون فيهم؟ ها تيكون فيهم الفساد، مكان للشياطين، فيهم القراعي الشراب وفيهم الحشيش وكل شيء وتبزنيز ها وتسلقيط والدريات وهذا. انت كتشطحي في ذاك المكان ياك، كيجيو الناس كيبداو يغرموا فوق منك الفلوس، كيبداو يغرموا الفلوس. انت تسائلتي قلتي خاص السلطه تعرف هذوك الفلوس منين كيجيو اللي كتفرقهم مايا عن طريق الكفوف. هذوك الفلوس اللي كيتفرقوا فوق كتافك منين كيجيو؟ دا خاص السلطه تدخل هنا ياك ولا لا؟ لا لا مايا، ودوي علينا وجي علينا، ما تشوفش على الاخر وتنسى راسك. ها قلتي بان ما يمكن ليهاش مثلا هاد ميمي هادي تصور الاطفال وهذا وتحطهم في الانترنت، غادي نقول لك متفق معاك. هادشي علاش كتدخل السلطه قانونيا؟ لا، وفي نقاش هاد الكلام هذا، ولكن انت راك كتصور لنا المؤخره ديالتك، الهردوسيه ديالتك. ها كتصور في الكباري ديال الشراب، في العراسات كتلوى، كدير ها وها ها، وكدير الاغراءات، كدير الاغراءات ياك ولا لا؟ هاو كيتصوروا فيديوهات، دوك الفيديوهات كتشوفهم الاجيال حاليا، وكتشوفهم وغتشوفهم الاجيال القادمه. ها وما تنسيش ما تنسيش راسك وتفكري. قال لك الجمل كيشوف حدبته، حدبت صاحبه كاع ما كيشوف حدبته هو. ومزيان مزيان تشوفي راسك وتعرفي راسك شكون، ماشي في الليل شيخه شيخه. احتراماتي للشيخات، راه كاينين شيخات نقيات كيمشيو يشطحوا في العراسات ما بينهم وما بين العيالات كيترزقوا، انت راكي كتشطحي في لي بواط وهذا والعراسات مخلطه عندك الدعوه. بلا ما نقول شكون مايا، مايا معروفه كيعرفوها المغاربه كاملين. كتكوني شيخه بالليل وبنهار كتصبحي محلله دير علم اجتماع، من كديري التحليل وتبداي تعطي الراي. ويل انسان ينسح عرسه بعدا، امسح عرسك، الا نسحتي راسك بخير ولا خير. سيري يا ميمي قوليش. والعيالات هما اللي مشاو عند هذاك المقدم وقالوا لي بعد منا بعد من ميمي، فهمتي؟ والعيالات عيالات ونص، ماشي بحالك انت يا الجرتيله. والله الا سبحان الله العظيم حنا كنتعرضوا للخير. راه ملي كتجي مثلا انت وكتقولي لا راه ما خاصكيش ديري هادشي الا عن طريق جمع، واحد الانسان ما باغيش يدير جمعيه، باغي يفرق رزقه، ماشي ضروري يدير جمعيه، ماشي ضروري. يقدر يدير واحد العمليه شناهي، ان يكري واحد الفضاء. بلا ما يكري فضاء غادي يمشي عندك مول الحانوت اللي غنشري من عنده السلعه الكفوف ياك، غادي نقول ليه هاك هالفلوس، اعطيني مثلا الكفوف، اعطيني شي 50 قفه 60 قفه، واعطيني ديك البونات كنخلي عنده داك الشيء، كنمشي نعيط الناس اللي ما اللي محتاجه كنفرق عليها البون ياك. هذاك السيد اللي كياخذ داك البون ولا ديك المراه اللي كتاخذ البون كتمشي للحانوت كتحط ليه البون، كتاخذ الكفوفه ديالتها وكتمشي في حالتها. هادشي بتخبيه ما ساقلي حتى شي واحد الخبار. نكونوا هنا متفقين، هنا ما كيحتاجش الانسان جمعيه، ما كيحتاجش ترخيص، ما كيحتاجش موافقه، ما كيحتاج حتى شي حاجه، غير واحد القضيه. هادشي كامل زوين، ولكن علاش كنركبو على وحدين اخرين؟ هذا هو اللي ما كيتفهمش ليا انا. ديما خاصني نركب على الاخر وكنسى راسي، كنسى راسي بانني انا اش كندير في الكباريات، واش كندير واش كندير، وكنجي لا غد الصباح كنفيق فهمتيني شاد رزقي وهذا، وكنبدا ندير التحليل وهذا، ونبين على المستوى ديالي وبلع انا انسان مثقف وانا انسان واعي وانا وانا. خلى منها من القيد، خليه على المخزن يدير خدمته، خليه راه تقدر تفاهم مع القيد وهذا والمقدميه والسلطه وهذا، ويخليه يتفرق هادشي تحت المراقبه ديالتهم وسالينا. وما البنادم تيدخل، يعني ملي كتدخلي انتيا راه كيتاثروا بك ناس، راه غيقولوا فلان راه غتقدر هذا تا هذا، غيمنعوا داك الشيء زكا، حيد علينا هاد الكفوف، حيدوا هاد الشيء وصافي، وحرمتي رزق ديال الناس وحدين اخرين اللي محتاجين. خاص بنادم ما يكونش حتى هو يا غا عارف جوج كلمات. حنا راه كاع ولاد العمل الجمعوي ولاد الجمعيات، وكنعرفوا القانون وكنعرفوا كيفاش تخدموا بالجمعيه وكيفاش انك تتاثر الامور ديالك وكيفاش وكيفاش وكيفاش، والناس عارفة هادشي، الناس اللي فاعلين في العمل الجمعوي تعرفوا هاد الأمور هادي. غا ما تنساش راسك،
هذا هو الحاجه اللي كنركز عليها في هذا الفيديو، في هذا المحتوى. الجمل كيشوف احد بيت صاحبه وما كيشوفش حد بيته هو. المهم الاخوان ما غاديش نطول عليكم، كنقول لكم تحياتي لكم اينما كنتم، وما تنساوش الاخوان هذا الفيديو هذا ديروا ليه لايك 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 بزاف، وتخليوا لي شي كومونتير وعطيوني الاراء ديالكم في هذا الكلام اللي كنقول. تحياتي لكم اينما كنتم، والسلام عليكم.